سيدو دي زاد، عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع، جاهز؟ جاهز. ما هو المشكلة الرئيسي بينك وبين الفنانة سهيلة بلشهب؟ بص وراك جيبه متصل عايزين صح بون. انا ما سميش مشكل باسكو انا جيت في المسابقة تاع سوشيال بلا حدود وكانت هي جيري. ومن بعد هذيك المسابقة انا ما كنتش راح نشارك فيها، حتى هي هضرت قالت لي سيدو انا بنت بلادك ولازم تشارك، وشاركت فيها. كانوا دايرين 5 لي فيديو لازم ديرهم في 8 سوايع، بديت بهم ولازم يكونوا بروفيسيونيل وفيهم محتوى. بون لحقت الفينال، بنختصر الحديث، لحقت الفينال درت الفيديو تاع حاري من اجل حلمك. شافته سهيلة، بالك اشتراك شفت لا فيديو باسكو انت عاونتني بزاف تصويت ياسين. كي شافت الفيديو بدات تبكي وجات لي البريفي قالت لي ودي يعطيك الصحه وشرفتني وحمرت لي وجهي. وموراها كان التصويت وكاع قالت لي ودي زعما ان شاء الله ربي انت تديها باسكو الناس كاع راهي تقول انت تديها على حسب التصويت على حسب التصويت وعلى حسب لي جيري باسكو هي كانت جيري تسمى هي راهي تعرف فاهم باسكو انا كنت كان هذاك لو ميور فيديو اللي حطيناه صح من ناحيه الاخراج ولا سواء اي ابري داها واحد اخر بصحته من بلد واحد اخر من تونس بصحته يا ابري انا زعفت ذات ستاتي وزعما انسان زعما ما يوعدش انسان ولا ما يطمحش انسان شغل انا طمحت به نربح فاهم يعني انت طمحت كي قالت لك بلي بالك انت اللي حتكون رابح اكزاكتوم باسكو انا شغل سايك يعني على حسب المعطيات على حسب المعطيات تاعها باللي انا اللي راح ندير وبعدها اسكو اتصلت بها اتصلت بها ما كان حتى ريبونس يعني ما كانش حتى الان ما كانش رد حتى الان ما كان حتى رد منها سهيلة بلشهب لماذا لا ينشط سيدو كما كان سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ الخدمة باسكو الكبير في الدار لازم يخدم على دارهم ولازم يعاون والديه تما الخدمة هي اللي راهي شدتني باه ندير نرجع ندير لي فيديو ما قدرتش نقسم وقتي واش راك تخدم سيدو؟ راني نخدم دون ان ماغازان تاع اللي يبيعوا الحوايج وانا نخدم في المطبخ ديكوراسيون دي سالاد ربي يعاونك ان شاء الله. هل فعلا تم الاتصال بك من فريق بين سبورت؟ نعم اتصلوا بي البين سبورت جو بونس عندها واحد 4 ولا 3 زون درت معاهم انترفيو وشافوا التعليق تاعي باسكو انا كنت نقلد معلقين وكاع شافوا التعليق تاعي وانكوراجوني وقالوا لي منا لقدام ان شاء الله بالك تكون كاينه خدمه ان شاء الله باذن الله ويعطيهم الصحة. هذه هي من تحمل مسؤولية تشتت فرقة شورت كانج؟ بون احنا هضرنا مع كنا جروب وهضرنا مع يحيى المزيان بيبدل لاباج وبيبدل الاسم تاع اليوتيوب يرجعوا كارتل هو ما بغاش دونك نورمالمون على هذه فركه الجروب و نتمنى نحملوا هو المسؤوليه. هل لديك الجرأة ان تقول لي السبب الرئيسي اللي خلاك تعتزل؟ ما نقدرش ما عندكش اجابه؟ ما عنديش اجابه باسكو كاين صوالح في لافي بريفي بزاف ياسين شغل في الحياه الشخصيه وفي العائله الداخل ما نقدرش نجاوبك بالضبط. سيدو دي زاد افضل 3 صناع محتوى في الجزائر من اليوتيوبر صناع محتوى انستغرام كلش بون كنا احنا الفرقه تاعنا شورت كانج اللي راه يضرب كارتل كاين مراد وديه محمد المحي. بعد 5 سنوات وين تشوف روحك سيدو؟ فنان كبير ان شاء الله، ممثل كبير باذن الله ان شاء الله، هذا هو البيت تاعي. اخر شخصيه الغيت متابعتك ليها على انستغرام؟ الغيت باسكو لا دنيير فوا درت الانستغرام تاعي كاع زيرو ومن بعد عاودت ابونيت كاع
كاع لي زامي تاعي وحبابي. اكثر مره حسيت فيها انك ظلمت؟ اكثر مره حسيت فيها اني ظلمت، انت فكرت بلي ظلموني باسكو انا ننسى ياسين، ما مشي واحد يظلمني نخليها ربي سبحانه وظلم ظلمات يوم القيامة. ما تذكرش؟ ما تذكرش. كون نقول لك اخر دمعه وقتاش طاحت؟ في الموت خالي لا رحم. الله يرحمه. الله يرحمه. في الموت تاع جده. الله يرحمه. الله يرحمه. افضل مغني راب جزائري في نظرك؟ اللي راه في طوندونس ولا افضل مغني راب جزائري في نظري؟ خذ راحتك، افضل بالنسبه ليك الافضل. كاين زوج اللي هما كاين فلان وكاين ماغنم. رسالتك لوالد تكسيدو؟ ربي يشافيك ميمتي، ربي يشافيك وربي يعافيك ان شاء الله وربي يشدنا فيك ان شاء الله، باسكو انت هي اللي عاونتيني بزاف وتعبتي بزاف، وانت هي اللي وقفتي معايا في الباركور تاعي سواء في القرايه ولا ملي زدنا. كيما نقول لك الواحد عض صباعك تنظر، هذه هي الام. ربي يحفظ كاع الميمات، ربي يشافيك ويخليك لينا، خليك تعيش فوق راسنا، والله يرحم الله يرحم الامهات كاع اللي ماتوا ان شاء الله. سيدو شكرا لك، شرفتني بحضورك، نخلي لك الكلمه الاخيره، تفضل. ربي يحفظك ياسين، شكرا بزاف على الاستضافه، يعطيك الخير. المتتبعين تاعنا ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الخير، وما تزعفوش كي حبست بالك تكون مفاجأة من القدام ان شاء الله. ان شاء الله تكون مفاجأة في رمضان 2022 باذن الله. ان شاء الله نحب نفهمك ربي ان شاء الله يا ربي، ويعطيك الخير ياسين. نشكر قناة النهار على الاستضافة، وربي يحفظك وبون كوراج ليك انت يا ثاني ياسين. شكرا سيدي. الله يسلمك ياسين، الله يحفظك.